بسكون الليل، الناس كلها نايمة، بدخل على الغرفة اللي أنا خليتها لقيام الليل، استقبال الله عز وجل في قيام الليل، لأجلس بين يدي الله عز وجل. اليوم أخواتي حبيت أحكي لكم عن سورة عظيمة في القرآن الكريم. ربي سبحانه وتعالى ناظر لقلوبنا، ناظر لحديث نفسك. فكرة هي صدقة عنكم أخواتي، عني وعنكم، دائما بنويها إلي وإلكم، إلي وبيت. وقعدت وقت ساعة الإجابة، بدل ما تقول يا رب يسر أمري. والله يا بناتي ويا أخواتي الحبيبات، إني لمست كرم رب العالمين بس هيك وقفي على بابه بكتابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. كيفكم حبيباتي؟ طمنوني عنكم. يا رب دائما تكونوا بخير وصحة وعافية وسلامة وأمان ورضا ورضوان من الله عز وجل. ويا رب اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويا رب اجعلنا من عبادك الصالحين الذين تتولاهم سبحانك وأنت تتولى الصالحين. ويا رب أعط كل من طلب مننا الدعاء في هذه القناة وكل من يسمعنا الآن وكل من يؤمن على دعائنا، يا رب أعطه سؤله وأكثر مما يرجوه منك يا رب العالمين في الدنيا والآخرة، عاجلا غير آجل. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم أخواتي الفيديو عن قصة لإحدى الأخوات، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، المداومات معنا على قيام الليل بسورة البقرة. ما شاء الله تبارك الله، هذه الأخت الفاضلة الله يفرج عنها يا رب ما أهمها. من أول ما بدأت معي آتي سبحان الله، أنا كنت قوم الليل، لكن بعد ما قمت الليل بسورة البقرة رأيت فرج عجيب، يعني فتحت علينا سبحان الله. كان في ضيق في بيتها، في أولادها، في زوجها، في كل شيء في حياتها، كانت في ضيق شديد، يعني كانت يعني كنت أبكي منه سبحان الله، والآن بدأ الفرج بفضل الله سبحانه وتعالى. بتحكي قصة من قصص اللي حصلت معها من قريب، وسبحان الله داومت على ذكر عظيم جدا. بعد ما هي حكت معي سبحان الله وقالت لي إنه ابني صار فيه هيك ونحبس، وقالي لي شو أعمل؟ قلت لها عليكي بالحوقلة، بعد ما تقومي الليل اذكري هذا الذكر وخليه على طول على لسانك. قالت لي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كملت سورة البقرة كان باقي منها، قالت لي كملت بقيام الليل وصرت أذكر الله عز وجل بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ابنها انسجن ظلم سبحان الله، يعني هو شاب مراهق، خطأ طبعا المراهق سبحان الله يعني بيصدر منه أفعال ما حيكون سبحان الله عن قصد. سبحان الله أخذوا وحطوا بالسجن وخلص، يعني على أساس أنه يترحل من البلد كلها وبقى تشوفه. وقالت لي ضيق بقلبي وأبكي، وبعد ما صليت قيام الليل بسورة البقرة صرت أذكر الله عز وجل بلا حول ولا قوة إلا بالله، أقولها وأكررها، وسبحان الله ربي كيف فرج عني. والله كيف ربي رد لي ابني، ربي سبحانه وتعالى رد لي ابني. وإلا كانت الدنيا كلها حتى القريب واللي كان يعني إنه أحد يكفل وأحد يطلعه وأحد، ولا يمكن أحد يرد عليها. ربي سبحانه وتعالى فرج عنها بفضل الله عز وجل، خلال يومين كان ولدها بحضنها سبحان الله. هذه من عند ربي سبحانه وتعالى، جبر قيام الليل بسورة البقرة. قصة هذه الأخت كمان مداوم معنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله على قيام الليل بسورة البقرة، ما شاء الله تبارك الله، ربي سبحانه وتعالى فتح عليها فتوح العارفين. هي شابة صبية وحابة نفسها تفوت الدكتوراه، قالت لي فضل الله عز وجل بعد ما داومت على قيام الليل بسورة البقرة بفضل الله عز وجل. والله قالت لي ما أعرف كيف الأسئلة تجي كأنها الأسئلة موجودة بالكتاب، يعني كأني أنا فاتحة كتاب وقاعدة عم بنقل منه الأجوبة كلها،
ما بعرف ربي سبحانه وتعالى كيف أكرمني، وعنه كانت دراستي ضعيفة وعنده وسواس وعنده خوف وعنده قلق شديد إنه هي ما تأخذ درجة الدكتوراه. وبفضل الله عز وجل درست كتير، لكن ما كنت أتخيل إني أطلع بهذه الدرجة اللي تأهلني أخذ الدكتوراه. سبحان الله. واحدة كمان الأخوات ما شاء الله قوة اللبلة التي وصلتني قصتها، تأخر زواجها، وصلت إلى عمر 43 سنة ولم تتزوج، وربي سبحانه وتعالى أكرمها وجبرها بزوج صالح ما داومت على قيام الليل. قالت لي كنت كمان صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا، يعني بقيام الليل بسورة البقرة بعدها صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. في واحدة سألتني مبارح من الأخوات، قالت لي يعني أنا عندي ساعة آخر الليل بتقومها مشان تقوم الليل بسورة البقرة، فبياخد منها الوقت تقريبا 50 دقيقة لقيام الليل بسورة البقرة، بتاخد معها سورة البقرة 50 دقيقة. طيب قالت لي بعدها بدي استغفر، بدي ادعي، بدي اقرأ قرآن، ما عندي وقت، شو اعمل؟ فنصيحتي اختي الحبيبة، اذا معك ساعة امتي قبل ساعة خدي نصف سورة البقرة، او انها قولي خدي منها 30 صفحة، هما 50 صفحة، خدي 30 صفحة وبعدها اقرأي ما تيسر من القرآن. احنا اتفقنا انه نقرأ ما تيسر من القرآن، يعني اول شيء اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وبعدها اقرأ البقرة فإن أخذها بركة، يعني ترتيب الحديث اولا قراءة القرآن. فأنت لو أخذتي من سورة البقرة 30 صفحة وأخذتي من القرآن ومن ختمتك اللي أنت نظمتيها حسب تنظيمك الختمة، تختمي بشهرين، تختمي بشهر، خدي 15 صفحة أو 10 صفحات اقرأي الختمة تبعك واستغفري الله عز وجل، حاولي تسددي وتقاربي. بعد صلاة الفجر كملي سورة البقرة، فإن قرآن الفجر كان مشهودة، إن قرآن الفجر كان مشهودة، يعني أخواتي قراءة القرآن بعد صلاة الفجر كمان له شأن عظيم سبحان الله. فقرأي سورة البقرة، قسميها بين قيام الليل تاخدي جزء منها وتاخدي جزء منها كمان بعد صلاة الفجر أو وقت الضحى أو بعد صلاة العصر، يعني كمليها بأي وقت، وأحسن تكون متقاربة، يعني نفس جلسة قرآنك بعد صلاة الفجر كمليها، وربي سبحانه وتعالى يجبركم ويعطيكم حتى يرضيكم ويفتح عليكم فتوح العارفين ويسهل عليكم حفظ القرآن وحفظ الزهراوين يا رب العالمين. الله يقويكم ويسعدكم، ما بتصدقوا قديش فرحانة انكم ما شاء الله تبارك الله عم تتنافسوا بحفظ سورة البقرة وآل عمران. الله يهنيكم بصحبة هاتين الزهراوين، والله يجعلها شفيعة لكم، يجعلهما شفيعتان لكم يوم القيامة تحاجاني عنكم يا رب العالمين. أحبكم في الله أخواتي، وأتمنى لكم الخير دائما. لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع من تحبون، عسى الله أن يجعل لكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقكم من حيث لا تحتسبون. ولا تنسوني من دعائكم أخواتي، وأنتم دائما في دعائي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام عليكم.